السلام عليكم أصدقائنا المتابعين، أينما كنتم أهلا وسهلا بكم. جولتنا اليوم بهذا السوبر ماركت اليوز بير 101، تم تصوير الفيديو بتاريخ 23/12/2023. سعر صرف الدولار، كل 100 دولار أمريكي يساوي 2920 ليرة تركية، كل 10 ليرة تركية تساوي 450 ليرة عراقي. درجات الحرارة لهذا اليوم العظمى 8 درجات مئوية. الصورة درجتين مئوية. هنعرفكم بابا سوبر ماركت على بعض المنتجات الموجودة الغريبة والموجودة واللي تعرفوها وأسعارنا أيضا قدر الإمكان. أتمنى لكم وقت ممتع بجودتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا. هذا حمص أسود، سياه نهود، حمص أسود. هذا تمن أسود، تمن أسود، سياه برنج، تمن أسود. سبحان الله. كتب ما يعني سوى بيتات أزوم، هذا مربى مال عنب، عسل سواش بالي، كرزات، شيبس، جوز، صاب، صكوك، ما أعرف هذا شنو، مكتوب عليه جوز. كورو أزوم زبيب، كورو أزوم زبيب، خمسمائة غرام 42 ليرة، يعني الكيلو ماله حوالي 4000 دينار عراقي. طرشانة، طرشانة 400 غرام، بس ما مكتوب السعر، ما أعرف سعره. زيتون مربع، أنواع الحليب، هنا البيض، ست بيضات 30 ليرة، هاي بيها ست بيضات، يعني ست بيضات 1500 دينار عراقي، يعني البيضة ب 350 دينار عراقي. الأشياء اللي تشوفوها قدامكم، زيت 5 لتر 185،
الأمثلة ترتقي من 9000 دينار عراقي. يعني حوالي 2.25 عراقي. حامض حلو، مساتب، شرابة مال أطفال، مساكت. هاي أنواع المواقع. هاي كلها مواطات. مساكيت، مساتي، مصاصات، هناك مساحيق، صابون، شامبوات. معجون بألف ونص، 800 غرام، 1500 عراقي. نورول 5 كيلوات ب 95، يعني حوالي كيلو ب 20، 19 ليرة، ب 850 دينار عراقي. عصائر بيبسي مسوين عليه تخفيضات، هذا 330 ملي ب 15 ليرة، يعني 750 دينار عراقي. كان ب 20 مسوين عليه تخفيضات. الكولر متر وربع ب 26 ليرة، يعني ب 1300 عراقي. متر وربع. الزيرو نفس الشيء، هم كانوا ب 20 مسويه ب 15. كولا ثاني، مياه معدنية، كازوز، فانتا، سبرايت، سفن، ناس صودة، بالليمون، بالتفاح، بالفراولة، بالرمان، بالعنب، بالأناناس، صودة. المي 5 لترات، هذا 10 لترات ب 45 ليرة. 10 لترات دبن، والعشر لترات ب 45 ليرة، يعني حوالي ب 2.25 عراقي. الخمسة ب 22 ليرة. 5 لترات 22 ليرة، يعني ب 1100. النص لتر ب 6 ليرات، يعني 300 دينار عراقي. نص لتر اللي هو هذا لتر ونص، ذاك النص لتر. معجون يوبكي زاتن ساتميو، أنواع الأجباس. بيلور ماركاسن ساتميو. سعرها مكتوب، سعرها
اخذها اعتقد يعني 80 ليرة يعني 4000 دينار. ما اتذكر سعرها بالضبط. بزالية ابرة بقوات مال البورك مال البقلاوة البتيتة هي بزالية موطن. كبير هذا كله فتحات للغاد من الألبان. هاي العروض هنا تنحط حتى مواد كهربائية وشغلات كل شيء موجود بيها. أطباق أكل من حيوانات لزازين كلاب سبري أصباغ عودان لبنان عودان شوي استكانات غلافات أقداح بلاستيكية غلاصات بطانيات كاب سارك مال حضارات مال قهوة صوابين شنطوات صوب أظافر طبعا صوت ما نقدر نعليه الناس موجودين يستوقون. أتمنى نكون قد عرفناكم بعض الأسعار بعض المنتجات الموجودة بهذا الماركت. هذا يوز بير 101 المدعوم من قبل الدولة. هاي العلبة يحطون بها زيتون أو فلفل حار أو أي شيء، فمن يقلبوها المي يبقى من جهة ومن الجهة الثانية تطلع الزيتون أو الفلفل. المطارات عصارة مال حامض مال برتقال هاي مال ثلج حافظات كراسي هاي استولات مال تقعد على البحر كرسي مال أطفال $169 هذا يعني ب8500 دينار عراقي.
هاي تفريط الرمان، حط الرمان وتضربه كله يوقع الرمان جوا تفليس. سحات